أولا في بس إعلان صغير يبقى سمع أوريدي يعني إن شاء الله هيبقى في يوم السبت ده حسب الجدول الكلية في محاضرة تعويضية عن يوم الأحد إيه؟ فإن شاء الله يوم السبت ده هتبقى المحاضرة الثانية والثالثة في مدرج 8 أسبوع. طيب المهم يعني في سكشن النهارده صح؟ سكشن النهارده صح؟
فمهم قوي انكم تجيبوا كتابين يا جماعه، المذاكره من الكتاب زي ما قلنا، محدش ذاكر من السؤال، السؤال مفيهاش حاجه بجد، فالمذاكره من الكتاب، فراجعين يجيبوا كتابين، والشيت الاولاني برضه ده بصوا عليه هتلاقوا كلام يعني سهل وظريف، ده بصوا عليه عشان تتناقشوا مع المعيده، لو عايزين تاكدوا مفهوم من المحاضره في السكشن ده ممكن يحصل تمام، بس مهم تجيبوا كل يعني هاي كل الاسئله بتاعتك خليها معاك من الاول عشان اكيد برضه مفيش بوست في السمستر الترم او في الاخر تبقى هو فين الكتاب فين مش عارف ايه فين مش تحليل، لا دي دلوقتي كل حاجه تبقى معانا تبقى جاهزه اكسسبل وتعرف ان الفايل بتفتح والفايل سليمه وموجوده ساعتها ايه عايز ارفع جزء عشان اجهز منها قريب واقدر اعمل ايه. طيب هنيجي بقى دلوقتي ايه محاضره النهارده وهي الانترنت. فزي ما قلنا يا جماعه الانترنت ما هي الا ايه؟ ما هي الا تشابك تشبيك في شبكات كتيره صغيره والشبكات دي مختلفه عن بعض عشان كده هنا انا حاطط كلمه ديتا. فهي بالاساس تشبيك او انتركونكشن لعدد من الشبكات عموما مختلفه عن بعض. طب ايه اللي ادى الى ان الشبكات دي مختلفه عن بعض؟ الادى ده هي الطريقه اللي نشأت بيها الانترنت. الانترنت ما ظهرتش ان هي يعني نمنا النهارده صحينا بكره لقينا الانترنت عليها 4 بليون ديفايس، ده ما حصلش. الانترنت نشأت زي نشأت حاجات كتيره، طبيعيه نشأت بشكل اورجانيك يعني نشأت بشكل طبيعي انه كانت حاجه صغيره زي دي بيتولد صغير بيكبر بالتدريج، الانترنت حصلها بالظبط نفس الموضوع ده. بس ليها بقى ايه كان فيه موجوده بعض شويه حاجات. يعني اول ولاده للانترنت كانت عن طريق مشروع بحثي عملته في امريكا، ان كلنا بنقعد عارفين الانترنت بدات فين؟ في امريكا، منشا الانترنت في امريكا، حد عايز يسال سؤال كده الانترنت يعني اخترع فين او اتعمل فين او خلاص كده في امريكا، تمام؟ بعد كده طبعا صدرت في كل العالم. فكان مشروع بحثي بدا في امريكا عن طريق هيئه بحثيه اللي هي دروس المتقدمه اللي هي اسمها هي ادفانسد ريسيرش بروجكت ايجنسي او اربا، وساعات بيسموها دربا لان هي تابعه لوزاره الدفاع الامريكيه بيبقى فيها ثلاث من ديفانس ادفانسد ريسيرش بروجكت ايجنسي. دي هي اللي عملت اول فيرجن من الانترنت واللي عليها اول نوت حط على الانترنت في السبعينات كانت جزء من الاربا نت. يعني الانترنت الاول كان اسمها اربا نت عشان هي نت بتاعت اربا بتاعت المشروع بتاع اربا، تمام؟ فدي كانت اول نواة الانترنت وتعاملت في اول نقطة خط في جامعة في كاليفورنيا اسمها يو سي ال اي. في نفس الوقت بقية الجامعات في امريكا اجين في يعني شغف جامد جدا ان عايزين يا جماعة كلنا يبقى عندنا شبكة تنقل معلومات. كل اللي كنا نعرفه شبكات بتنقل ايه؟ بتنقل فويس، شبكة تليفونات. وكان عندنا شبكات بريمتيف بدائية زي اللي سمعنا عنها المرة اللي فاتت بتنقل داتا زي شبكة ايه؟ تليفون، بتنقل تكست قليل قوي حاجات زي كده. لا عايزين حاجه تنقل كميات كبيره من المعلومات تمكننا ان احنا نتواصل ان المعلومات كويس بشكل اكبر، ابعت برضه رسائل زي الرسائل البريديه اللي بعتها بس الرسائل الالكترونيه كل الكلام دوت. فده كان يستلزم انه اجيب غير الافلت بتاع الاربا بروجكت ده يبقى في افلتس اخرى ممولها من حته ثانيه في امريكا وجامعات ثانيه شغاله، فكل واحد في النهايه انتهى ان كل جامعه او مجموعه جامعات عملت كل ده بتاعها، تمام؟ فده كان يمكن مع ايه يعني نهايه السبعينات او كده او في منتصف السبعينات. من اقدر اسمه نتوركس فول يعني تعامل مع شبكات تانيه صغيره. اصبح في تحدي بقى هنا، هو ايه التحدي؟ هو ان كل نتورك منهم هذه اسلوب بروتوكول هي اللغه اللي بتتكلم بيها والطريقه اللي هي مصممه بيها. فهل بالضروره ان دلوقتي لو حضرتك سممت شبكه معلومات وانا سممت شبكه ثانيه هل بالضروره يقدروا يتكلموا مع بعض؟ فممكن بالصدفة لو احنا في بينا توتر كده عملنا حاجات شبه بعض او عملنا حاجات زي بعض فساعتها ممكن فعلا يتكلموا عن بس في العموم ده كلام نادر جدا لان لو ناس شغال بشكل مستقل اندبندنت يفكروا فريدي ان هم ديزاين شبكات الكلام ده كله واقع الامر انه الانتي وكس او المنتج النهائي غالبا هيبقى مختلف. علشان كده كل نتورك ليها البروتوكولز بتاعتها وبيرك اون ليفل ديزاين. من هنا بقى جت الحاجه ان انا عندي شبكات كتير الشبكات الكتيره اللي هي عندي مثلا ايه نت 1 شبكه 1 نت 2 شبكه 2 نت 3 نت ان شبكات كتيره ايه؟ قوي كل واحده معموله بجامعه عايز اشبكهم ببعض. ايه انترنت قدام؟ فالكي وورد هنا هي انترنت عشان ساعات الناس تفتكر ان الانترنت
اختصار ان هي ايه؟ انترناشونال نتورك. مش كده حتى تسمعوا ساعات لما بحب الاعراب كل شويه المعلومات الدوليه. هي اكشلي انترنت مش اختصار انترناشونال. انترنت اختصار انترنت مش هي بس الحته بتاعت الانك دهيت وبقت ايه؟ بقت انترنت. تمام كده؟ او انترنت يعني. شاب الحته بتاعت الوركينج دهيت وبقت ايه؟ انترنت. تمام كده؟ فعملية تشبيك الشبكات مع بعض علشان اقدر اعمل شبكة يتواصل مع بعض بشكل اكبر تغطي امريكا كلها وبعد كده امريكا تغطي العالم هو ده اللي وصل ايه؟ للانترنت. وبالتالي الانترنت يا جماعة ببساطة هي نتورك نتورك هي شبكة شبكات بمعنى ان هي شبكات صغيرة تعمل بشكل مستقل وعايزة توصل لبعض فده ادى في النهاية بشكل الانترنت اللي احنا عايشين عليه النهاردة. تمام؟ طيب بعد كده مهم برضو ان احنا نبقى عارفين زي ما قلنا قبل كده ان الانترنت عليها ديفايس كتير قوي النهارده بتوصل لبلايين. وطبعا اللي بيحكم عمل الانترنت والنتوركس اللي عليها اللي ممكن تبقى هوم نتوركس زي ممكن الشبكه الجزء من الشبكه اللي عندك في البيت. وبعد كده الموبايل نتوركس اللي هي بتوصل عن طريق مثلا ال 3G وال 4G سلك النتوركس. وبعد كده الانستتيوشن نتوركس زي مثلا شبكه في القسم هنا وفي او في الكليه. دي في النهايه الحاجات دي كلها بتوصل بعد كده بتطلع على فكور الانترنت او اللي هو ريجنال اي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر اللي عليه بقى راوتر الفكور بتاع النت بيطلع لي بعد كده على الانترنت. تمام كده؟ طيب دلوقتي اللي بيحكم عمل الانترنت هو ايه يا جماعه؟ بروتوكول. البروتوكول هي اللي بتحكم عمل الانترنت ان هي بتكنترول عمليه بعث واستقبال الرسائل بين الانترنت المختلفة عشان يقدروا ينجزوا المهمة اللي هم عايزين ينجزوها، يعني مثلا اتنين يتكلموا على سكايب أو ابعت لك ايميل يوصلك وتشوفه وتعرف تقراه، تمام كده؟ والمهم قوي برضه نبقى عارفين أمثلة على البروتوكول ده طبعا هناخد قدام هناخد بروتوكول بعض البروتوكول في الجزء التاني وهناخد بروتوكول أكتر في الجزء التاني من الكورس إن شاء الله، وأمثلة عليها زي الـ TCP بروتوكول والـ IP بروتوكول أخرى كتير. طيب الإنترنت يا جماعة ليها شكل هايلاند هيراركي يعني ايه بالعربي؟ هرم هي شكل هرم. الانترنت بالفعل ليها شكل هرم وده يعني يمكن الكلمه دلوقتي كلمه صماء شويه يعني من الصعب استيعابها يعني ايه الانترنت ليها شكل هرمي. لا هيبقى في ان شاء الله واحنا ماشيين تقريبا يعني على الاقل تو انستنسز او مثالين على ازاي يوضحوا ازاي الانترنت ليها شكل هرم. بيظهروا اكشن حاجتين في حاجه ليها علاقه بالانترنت سيرفيس بتوصل للناس ازاي؟ هي فكره الانترنت سيرفيس بروفايدر. فبتلاقي انت مثلا عندك لايرز او هيراجي كده في الانترنت عندك تيرز مختلفه طبقات اعلى تير يبقى فيها اي اس بي او انترنت سيرفيس بروفايدرز بيكفروا ايه؟ حته كبيره جدا من العالم يعني قاره مثلا او جزء كبير من العالم. بعد كده بينزل تحتيه تير ثانيه اقل شويه تبدا يبقى ليها شكل عربي يبقى في اي اس بي بيكفر دوله مثلا. يبقى الاي اس بي اللي بيكفر دوله ده بيبقى ايه هو كاستمر عن الاي اس بي اللي بيكفر العالم كله او جزء من العالم. بعد كده بتنزل لليفل اقل شويه يبقى عندك اي اس بي بيكفر مدينه مثلا او جزء من مدينه او مجموعه مدن. زي مثلا احنا بنتعامل كيوزر مع الاي اس بي زي دي ان ايه او غيره بنتعامل ايه هم يعتبروا اقل كتير من الانترنت. دي ان ايه بقى نفسها تجيب الريسورس بتاعتها منين كده من اي اس بيز اكبر، شركات اكبر تبقى شركات ممكن هي بتكبر مصر او اجزاء من مثلا من قاره افريقيا او كده، وبعد كده دول بيجاتوا بقى من اكبر اي اس بيز بيكبروا ايه بيكبروا العالم او ازاي كده العالم. فده التمثيل بالشكل العربي طبعا كده بقى نرجعه للفتره الجايه ان شاء الله. بس المثال الاخر بقى اللي مور تكنيكال شويه هي عمليه الادريسنج في الانترنت. الادريسنج اللي هي ايه؟ اللي هي العنوان. اللي هي العنوان. انت عنوانك في شبكه التليفونات ايه؟ رقم تليفوني ده عنوانك في شبكه التليفونات بالظبط كده. طب هل تليفونك في شبكه التليفونات هل في شكل هرمي ولا ايه رايك؟ اللي هو بيظهر من ايه؟ كود الدوله كود المدينه وبعد كده الرقم ايه بتاعك. وحتى عندنا دلوقتي القاهرة الكبرى عندنا صح في حاجة فرق من القاهرة والجيزة صح؟ من ثلاثة حاجة كده. فده أكثر شكل هرمي في أرقام التليفونات بالفعل. عشان كده دايما يا جماعة في الاتصالات أو في الشبكات الضخمة
عادة بيبقى ليها طبيعة رقمية، لأن صعب قوي إنك تسيرف بلايين من الناس أو بلايين من اليوزرز بشكل فلات كده، كلنا يبقى لينا إيه شبكة رقم واحد. ده صعب قوي. تمام؟ يعني حتى رقم القاهرة زمان كان أرقام التليفونات أقل، يعني كانت 6 أرقام، بعد كده بقت 7، دلوقتي 8، صح؟ يعني وبالتالي في وقت كان لما مثلا كانت تعداد السكان أقل في السبعينات أو غيره كانت ميبي سمول فلات يعني. فكان لا انا محتاج يبقى في نوع من الهيراركي، عشان كده بدل يقسموا يحطوا لك رقم اسمه القاهره والجيزه وهكذا. برضه في الانترنت يا جماعه عمليه العمليه الديفايس سواء راوتر او اند يوزر في الانترنت بتتم بشكل هيراركي بشكل هرمي. طيب يظل بعد كده اخر جزء عايزين نتكلم عليه في السلايد دي، في برضه ملحوظه اخرى ليها علاقه بالبابليك انترنت فيرسز ايه فيرسز البرايفت انترنت او في بي ان. دلوقتي الانترنت يا جماعه الديفولت بتاعها او العادي بتاعها هي ان هي اتس اوبن نتورك اتس بابليك نتورك، زي مثلا النتورك عندنا في الكليه هنا وفي القسم شبكه بابليك، بمعنى ان لو حد جه دلوقتي حتى مش من الكليه معانا خالص، حد جاي زي اول مره او مره يجي الكليه في حياته وعايز يخش على الانترنت، فهنديله الباسورد بتاعت الواي فاي اكس كونتر عندنا ونخش، هيخش هيعمل له اكس على كل حاجه في الانترنت، صح؟ ساعات يبقى فيه بالذات في الاماكن اللي ايه؟ اللي عايز يبقى عليها قدر من الخصوصيه او قدر من شروط سريه، يعني شروط سريه بس قدر من الخصوصيه برايفسي، يعني في جزء من الانترنت كده يبقى مثلا في شركه معينه ما يقدرش يخش عليه غير موظفين الشركه من الشركه دي، اللي بره الشركه ما يقدرش يخش عليه، الموظف اللي جوه الشركه يقدر يخش على الانترنت البابليك العاديه، يقدر يخش على الانترنت عشان يسموها انترنت ان هي جوه الشركه بس، لكن اي حد من بره استحاله يخش على الانترنت ده، لان هي بقى بروتكتد ب يعني سكيورتي فاير وولز والحاجات دي كده بحيث ان يقدر لنا حد من بره يخش. المهم ان شركه سيسكو عملت حاجه برودكت مهم قوي اسمه في بي ان، اللي هو اختصار فيرتشوال برايفت نتوركس. فيرتشوال برايفت نتوركس وهي جزء من الانترنت مهمته الاساسيه ان هو يكريت سب نت او جزء من الانترنت which is more or less private علشان يضمن حكايه ان يبقى فيه سكيورت اكسس لاجزاء الانترنت لو الناس عايزه ده في شغلها او في تنظيم عملها او اي حاجه. لكن الانترنت باي ديفولت اتس اوبن للبابليك. لو تخشها من البيت اتس اوبن للبابليك. تخشها من الجامعات عموما بتبقى اوبن اتس بتبقى اوبن للبابليك. لكن بعض الجامعات يعني الجامعات الكبيره مثلا بره وكده لما بيبقى عندها انفورميشن سيستم موظفين الجامعه نفسها والطلبه يبقى فيه برضه زي انترنت للجامعه بحيث بس الناس اللي بيشتغلوا في الجامعه او محاطين بالجامعه كطلبه او دكاتره او موظفين او غيره يبقى هم قادرين يخشوا على الانترنت ده. طيب يظل بقى الجزء الاخير هو عمليه تنظيم ايه؟ ان انا يبقى عندي بروتوكول يشتغل على الانترنت. بروتوكول يشتغل على الانترنت. نفترض ان انا صحيت بكره الصبح وعملت بروتوكول. تمام؟ وقلت بعد بكره انا عايز البروتوكول ده، انا شايف البروتوكول جامد جدا بما ان انا يعني كل واحد مقتنع ان البروتوكول جامد جدا ان انا جامد جدا، فغالبا انا عايز البروتوكول ده يشتغل في الانترنت. اروح اكلم بقى مين بعد بكره؟ اولا مش هكلم حد، بس هو المسؤول المفروض ان هو المسؤول او المنوط بيه عمليا انه يقرر ايه البروتوكول اللي ممكن يبقى انترفيو يشتغل في الانترنت. هيئه دوليه اسمها الاي تي اف انترنت انجينيرنج تاسك فورس. تمام؟ دي اوبن ستاندرد اورجنايزيشن، يعني اورجنايزيشن دوليه اوبن مفتوحه للمعيارات او المعايره، مسؤوله عن ديفلوبمنت، هي نفسها بتديفلوب بتبروموت البروتوكول اللي بتشتغل على الانترنت. ازاي؟ انا دلوقتي لما عملت البروتوكول ده هعمل هيبقى هو ساعتها فكره، فهقدمه كمقترح في صوره حاجه اسمها ريكويست فور كومنتس. يعني المقترحات اللي بتقدم للاي تي اف للبروتوكولز عشان تشتغل على الانترنت تقدم في صوره ريكويست فور كومنت، وكاني انا بقول لهم لو اقترح من عندي بطلب منه تعليقاتكم عليه او فيدباك عليه. فالمقترح بتاعي بيوصل للاي تي اف، الاي تي اف ساعتها بيبداوا عندهم لجان من الخبراء في مجالات مختلفه بيشوفوا المقترح بتاعي ده يقع في نطاق امن لجنه الخبراء، يبعتوا لهم المقترح ويرجعوا لي ساعتها بعديها بايه؟ ببعض الفيدباك، يقولوا لي مثلا المقترح ده على فكره الفكره دي فكره مثلا مش كويسه او فيها اخطاء او كذا رجعها تاني، او الفكره دي فكره كويسه ومعقوله بس انا جربتها قبل كده وجدت فيها تحديات فلانيه فمش هينفع تكمل، او حد تاني يقول ايه؟ يقول لا ده فكره كويسه وواعده بس عايز اشتغل عليها شويه
ابتديت اوفرت شويه والفكره لوكس بروميسنج وبتاع والدوله منشوره وهي راجعه لحد ما توصل لشركه الفاند. المهم ان نعرفه يا جماعه ليه هو القصه دي؟ لان كل بروتوكول كل بروتوكول موجود النهارده بتشتغل في الانترنت له اي اف سي نمبر معين، له اي اف سي بعدها اربع ارقام. يعني اي بي بروتوكول اي بروتوكول موجود في الانترنت له اي اف سي معين. اي بي مثلا بروتوكول له اي اف سي انا مش فاكر اي رقم كده. فهتلاقي انه اي بروتوكول الانترنت قصدي سوري اي سي بي الانترنت بروتوكول ايه 2.11 اللي هو البروتوكول بتاع الواي فاي كل بروتوكول من دول هتلاقي له ار اف سي. يمكن البروتوكول بتاع الواي فاي عشان تجاوب الاي بي دي قصه مختلفه دي ما لهاش علاقه. لكن الحاجات اللي بتكون الانترنت هنعمل اسئله عليها كتير دي دي ار اف سي تمام؟ بحيث ان شاء الله لما ناخد امثله على البروتوكول المقدمه مستقبلا يعني هلاقي ان انت في امكانيه انك تعمل ايه؟ انك تاخد الرقم بتاع ال اف سي اللي احنا هناخده ده بتاع البروتوكول الفلاني هنشرحه وتروح تحطه على جوجل كده وتجرب هيطلع لك في اول صفحه على طول الاي اي تي اف ويب بيج بتاعت البروتوكول ده يوريك الدوكيمنت بتاعت الفاينل ار اف سي اللي خلاص بقى واز ببلش بتاعت البروتوكول دوت ايه اللي هي ادت في النهايه بعد كده ان هي بقى تقدم الاي اي تي الاي تي اف تحط عليه الاعتماد بتاعها والسلام بتاعتها وتبدا تبقى ريدي ساعتها ان هتروح للشركات بقى شركه سيسكو تصنع حاجات على اساسها شركه فلانيه تعمل بروتوكولز على اساسها والناس تشتغل جواها. يبقى دي عمليه تنظيم البروتوكولز في الانترنت. حد عنده اسئله يا دكتور؟ دلوقتي يا جماعه جه الوقت عايزين عمليه الربط بين البروتوكول والبروتوكول ما عرفناش هنعرفه بس مش هنحفظه. ما مش هنحفظ حاجه، بتاع عليك جوه بوكسز كده ساعة ما تشوفها ما تذاكرهاش على طول، بتعرف ان دي حاجة شكلها ممكن تحفظ دي ما تحفظهاش على طول. يعني عدي عليها وافهمها بس ما تحفظهاش على طول، حاول تبص عليها بس ما تحفظهاش، المراجعة مش عايزينها تحفظ. طيب البروتوكول ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ أولا البروتوكول هل هو سوفت وير ولا هارد وير؟ طب بيقول سوفت وير فايل. طب بيقول هارد وير فايل. هو بروتوكول فعلا زي سوفت وير تول هو بروجرام برنامج في النهايه سوفت وير مديول او سوفت وير بروجرام. طيب البروتوكولات يا جماعه هي وسيله التواصل او الاتصال وسيله التواصل حتى بين البشر عشان كده هنشوف في امثله على هيومن بروتوكول ووسيله اتصال بين الاجهزه او بين الانتيتيز او الديفايس في شبكات الاتصال. وبالتالي البروتوكول تعتبر هي عقل ايه؟ الانترنت او عقل ايه الشبكات إيه في العموم وهي عقل شبكات طبعا الحاسبات على وجه. طيب البروتوكول يا جماعه لو جينا اجينا نحاول نشوف مفهومها لو جينا ناخد مثال بسيط اثنين بيتكلموا على بعض بيحيوا بعض حتى يعرفوا بعض ويقابلوا فقال له مثلا السلام عليكم وصباح الخير الثاني رد عليه بعد كده قال له ايه الاخبار؟ قال له تمام فكلمه شويه وبعد كده طيب المحاضره الفلانيه دي انت معاك انا ما جيتهاش هل معاك المحاضره فراح مطلع الشنطه قال له اه انا معايا المحاضره الفلانيه تمام. الانتراكشن البسيط اللي حصل ده اذا هيومن بروتوكول اذا هيومن بروتوكول ازاي هيومن بروتوكول؟ لان هو حصل نوع من التواصل بين طرفين الطرفين في الحاله دي هيومن اللي هم عملوا ايه بقى؟ هم تبادلوا رسائل الرسائل دي كانت شفت الكلام بتاعنا صح؟ تبادلوا رسائل دي رسائل دي ليها شكل معين ليها فورمات وبالتالي فورمات معينه ليها ترتيب معين تمام. وكمان البروتوكولز ممكن تنفور بس مش رسائل تنفور في اكشن افعال فالبروتوكولز بتاعها حاجتين رسائل تتبادل بالكونتنت ترتيب معين وكمان اكشن بتقع. طب ايه اهميه موضوع الكونتنت والترتيب؟ على سبيل المثال في المثال اللي قلناه ده هل ينفع ان انا لما اقابل الشخص ده الاقي هو مباشرة عمل اخر حاجة حصلت في السيناريو بتاعنا وهو فتح الشنطة وطلع المحاضرة بتاعت الكوميونيكيشنز اللي فاتتني وهيقرا فكري هو اكيد مش هيقرا افكاري مش هيعرف انا عايز ايه. وبالتالي الترتيب مهم جدا. يبقى الترتيب ايه مهم جدا في البروتوكول ان حاجة تحصل قبل حاجة او حاجة لازم تحصل ايه بعد حاجة. يبقى الترتيب مهم. الحاجة التانية فورمات يعني كونتنت بتاع المسج. فورمات يعني ايه؟ يعني لو حد الشخصين دول حد جه حاجة تاني بالصيني، الناس اللي كانت بالصدفة ياخد كورسات صيني غالبا مش هيفهم وهيسيبه يمشي، تمام؟ يبقى في الحالة ديت الفورمات برضه بتاع المسج مهم قوي عشان الناس تفهم بعض عشان الأنتس تفهم بعض.
وزي ما احنا شايفين في المثال اللي قلناه برضه كان احد ردود الافعال في لحظه ان بيت على رسيل المسج ما ردش عليها كلام وقال له معاك المحاضره الفلانيه فممكن يكون رد عليه الكلام وقال له معاك المحاضره الفلانيه بس في نفس الوقت هو بيعمل دوت او بعديه بيطلع ايه؟ بيطلع المحاضره من الشنطه وبالتالي رد الفعل على المسج ممكن يبقى ساعات اكشن وبالتالي يبقى البروتوكول اذا سوفت وير بروجرام او سوفت وير موديول ده كنترول مسج اكسشينجز واكشن المسج اكسشينج مهم قوي دي الفورمات والاوردر والاكشن دي بقى اكشن طبعا في الكمبيوتر مش هتبقى مش هتطلع له حاجه من الشنطه الكمبيوتر هتبقى الاكشن دي ان هو يشغل كاونتر يشغل تايمر يوقف تايمر دي تايم اوت يعني يعمل حاجات ايه مختلفه نتكلم عن الامثله دي وطبعا في يوم بروتوكول زي مثال الاتناء ونانو بروتوكولز بتبقى الانتراكشن نانو بروتوكولز بيبقى مرور ما بين ديفايس او ماشين سواء الماشين ده هي سويتشز او راوترز او كان اند ديفايس او روتر تايب فايز ماشينز رادر ذان هيومنز وطبعا كل الكوميونيكيشن اكتيفيتي بتحصل في الانترنت كلها اضرار البروتوكول فكل حاجه ليها بروتوكول يعني بتلاقي ان اي ابلكيشن بتستخدمه على التليفون بتاعك ابلكيشن بسيط كده ده هو بحد ذاته الابلكيشن نفسه بحد ذاته اذا الابلكيشن هي البروتوكول يعني يجي اللاير بتاع كده بس هو نفسه اذا بروتوكول يعني كل ابلكيشن ده بروتوكول بس اللي هو جاي بيشتغل لوحده لا ده بيستخدم جيش من البروتوكول بتاعته علشان اجيب تاخده زي ما قلنا من عند اليوزر اللي هي الدنيا ظريفه ومنوره ورسومات وفيديو وكلام كده تنزلها اوردر ايه ليه؟ للروبوتس لان الفيزيكال ميديا ما بيفهمش ايه؟ زيرو تو وان تمام؟ فعشان كده في جيش من البروتوكول شغال تحت الابلكيشن بتاعي علشان يقدر يحول لي معلومات بهذا الشكل بتاعي تعالى الفيديو كده وأمثلة طبعا على بروتوكول في الاي بي اشهر ثلاث بروتوكول والتي اس بي برضه ان شاء الله هتفيد عنه الاي بي هتكون معايا والتي اس بي ان شاء الله الجزء الثاني على طول خير ان شاء الله هو نفس البروتوكول يعني هو نفسه اللي هو سوفت وير بيشغل ده بيعتبر بروتوكول ابلكيشن هي بروتوكول تمام يعني اي ابلكيشن ثاني في البال اي حاجه بتستخدم جيميل بتستخدم سكايب كل حاجه موجوده فيها بروتوكول البروتوكولز اللي هي ار اف سي اه طبعا بس البروتوكول دي ار اف سيز اكتر اللي هي مرتبطه بالليرز اللي تحت ليها علاقه بالبروتوكول بتاع الانترنت. الابلكيشنز طريقه بقى من الابلكيشن مختلفه شويه اي دو نوت ثينك ان هي تحت موضوع الاي بي اس طيب ناخد مثال بسيط مثال موجود في الكتاب على هون البروتوكول اجين واحد عايز يسال الساعه كام فطبيعي مش هتخش الكتاب لو ما يعرفش الشخص ده انت في مكان عام وتليفونك ابل ومعاكش ساعة عايز تعرف الساعة كام فعايز تقول لحد ما تعرفوش تسأله الساعة كام فغالبا يعني مش هتقول تسأله أو كده يوم أنا واحد الساعة كام صح؟ وده بيحصل يعني لكن غالبا هتقول في حياتي الأول فدي طريقة رسم البروتوكول ولا بتروح على طول ما تروح على طول ما يعني لو بتروح على طول أول خطوة طيب فدلوقتي خلينا في إيه؟ في المثال ده المثال ده بيوضح لنا يا جماعه طريقه رسم او ريبريزنتيشن بتاع النت والكوميونيكيشن بروتوكول في العموم. يبقى التايم اكسس فيه زي ما احنا واخدين افقي لا راس الناس اللي تحت فده الديفلوب الايفولوشن بتاع التايم. بتلاقي اي مسج بتبدا عن فايل معين تلاقي دايما التقسم بتاع الاكسشينج بتاع المسج بملا مايله. ليه مايله؟ عشان تبريزنت ان المسج الاكسشينج ده تيكس نون زيرو تايم. هو لو كان بياخد زيرو تايم كان هيبقى ايه؟ اوف صح؟ لان هو مش اوف عشان الاتزان طبعا هتقول لي اوف يعني مش اوف في الميل قد ايه ولا لا يعني مش موضوع من الاتزان مجرد رسمه يعني كمفهوم كده ما فيهاش ميل تمام؟ جاست الاتزان كان بياخد زيرو تايم الميل تايم دي قد ايه تختلف طبعا على حسب يعني الشبكه والبروتوكول كان عليه كل الكلام فهنا المثال ان هي عايز تعرف الساعه كام فتساله الاول هتحييه طب كده عامله واحد انا هسال عليه وبعد كده هرد عليه بعد كده هتقول جاب ذا تايم هنرد له الساعه ايه؟ فهنا هنلاقي برضه في مسج محدده بيتكلموا بالانجليزي او الحاله بتاعتنا في الحي العربي ففي فورمات معينه للمسج حسب مين اللي بيتكلم الحاجه الثانيه انه في ترتيب كمان ما ينفعش اجيب لما هي رايحه تقرب تساله هو يروح قايلها على طول على فكره الساعه دي انت عرفت مين هي عايز الساعه فهي ترتيب مين نفس الكلام لما هناخد مثال على اخر البروتوكول ده مثال بسيط قوي لو انت عايز روحت النهارده وعايز تحاول تدمر الكتاب بتاع زي الكتاب التاني احنا قلنا نحط النهارده من على الويب سايت اللي موجود عليه الكتاب ده في
بتاع الكتاب اللي هو التالي ده في الويب سايت تمام. فعشان تعمل ده هتروح رايح على الويب وايد ويب كاتب اللينك اللي هو كاتبها هنا دي اتش تي بي دبليو 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 مش عارف ايه هتكتب اللينك ده هي. ساعتها لما انت تدوس انجل الجهاز بتاعك الكرييت هيحاول يبعت الاول الى ان الاتش تي بي ده مبني ده الابلكيشن ده بروتوكول برضه مبني على الاي سي بي بروتوكول الكلام ده لسه قدام الاي سي بي لكن هو مبني على الاي سي بي بروتوكول. فالجهاز بتاعك هيبعت الاي سي بي كونكشن ريكوست لو عايز يعمل كونكشن ريكوست مع الويب سيرفر بتاع الدومين ده الويب سيرفر بتاع الدومين ده تمام. بعد كده الويب سيرفر يرد عليه يقول له الاي سي بي كونكشن ريسبونس هيرد عليه يقول له انا معاك وهنعمل كونكشن فعلا وكله تمام. عملنا كونكشن في نهايه الخطوه الثانيه هيبدا يقول له لو سمحت بقى عايز الكتاب دوت بعد كده لو ضد الكتاب. فده مثال بسيط فيه اربع خطوات برضه للنتورك بروتوكول او كومبيشن بروتوكول بينفولد ايه داونلود انفورميشن مثلا على الكتاب. فده مجرد ايه التو ستايل على البروتوكول ايه وامثله عليه. طيب كده احنا خلصنا يمكن المقدمه الاولى في المحاضره. اللي باقي ان شاء الله في محاضره النهارده يعني اللي باقي ان شاء الله هناخده في محاضره النهارده والمحاضره الجايه. جزء محاضره النهارده وجزء المحاضره وايه اللي باقي؟ اللي باقي ان احنا ناخد فكره او نتعرف اكتر على الاستراكشر او تكوين شبكه ايه الحاسبات. تكوينها ايه الاستراكشر بتاع الكمبيوتر نتورك او اجين الاستراكشر بتاع الانترنت زي ما قلنا دايما الانترنت هي اشهر ايه؟ كمبيوتر نتورك. طب ايه الاستراكشر بتاع الانترنت؟ يعني اجزاء اساسيه بتاعتها هي ثلاث اجزاء اساسيه هي ثلاث اجزاء اساسيه. اول جزء حاجه بنسميها نتورك ادج هي طرف الشبكه طرف النتورك. طرف النتورك ده اللي هو مين؟ اللي هو انا وحضرتك والاجهزه بتاعتي. وواقع الامر انا وحضرتك ما عندناش جزء من الشبكه صح؟ لكن الاجهزه بتاعتنا جزء منها كنتورك ادج جزء من نتورك ادج. كل الاجهزه بتاعتنا التليفون بتاعنا لو فيه حصيله اتصال عربيه لابتوب تابلت ديفايس ديسكتوب سيرفر ايا كان دي كلها كل الاجهزه اللي معانا دي هي بتعبر عن الاند بوست في الانترنت بتعبر عن النتورك ادج او طرف الشبكه. فده اهم جزء اللي هو الجزء الاقرب لليوزر تمام. بعد كده في جزء تاني. طب اليوزر ده دلوقتي معاه تليفون عايز يوصل للانترنت هيوصل ازاي؟ او معاه الديسكتوب حتى بتاعه في البيت عايز يوصل على الانترنت هتقول له ماشي ما هيوصل للسويتش للسنترال اعرف سنترالي اللي هو في الدقي مثلا سنترال الدقي. طب يوصل ازاي من بيته يا سيدي للسويتش سنترال الدقي ده؟ يوصل ازاي؟ ميديا بالظبط مش مثلا ميديا يعني هيوصل عن طريق ايه؟ عن طريق سامبل اكسس نتورك شبكه وصول محتاج حاجه توصله. فعشان كده المكون الثاني المهم قوي من الانترنت اسمه الاكسس نتورك اللي هي شبكه الوصول شبكه الوصول ودي بتعبر عن الفيزيكال ميديا زي ما الباشمهندس قال سواء بقى وايرد او وايرلس او غيره اللي بتوصل الاند يوزرز اللي هم للايه؟ للكو يعني للكو بتاع الانترنت او حاجه اسمها الادج راوتر. دي هنا كلنا بنسميها ادج راوتر زي ما هنشوف ان هي راوترز ليها طبيعه خاصه ان هي بتوصل للكو بتاع الانترنت اللي لسه هنشوفه وبتوصل كمان للايه؟ للادج نتورك بتاعها. فبتلاقي مثلا ان الاكس نتورك المثال اللي فوق ده ما لا وايرد ولا وايرلس سوال تسلل النتورك فيها تاور في البلاي ستيشن الناس بتصور عن طريق وايرلس فيها وصل طبعا ايه بكم فايبر او غيره للادج راوتر. طب هنا هنا احنا هنلاقي في مره واير مثلا تكون دي اس ال او كده صح؟ وهنا مثلا ممكن ثرو واي فاي او كده برضه بوصل دي اس ال فهتبقى فيها وايرلس وواير. هنا عندي لوكال اير نتورك زي القسم عندي مثلا واير لوكال اير نتورك زي الايثرنت وبعد كده هي عندي مثلا وايرلس وهكذا. فالمهم ان دايما عندي حاجه وسيطه بين الاند يوزر او نتورك ادج وبين الكور بتاع الشبكه اللي هنتكلم عليها دلوقتي وهي شبكه الوصول. شبكه الوصول دي مهمه قوي. شبكه الوصول الى حد ما دي بنشوفها ونتعامل معاها في واقع الامر. انا وحضرتك بنختار شبكه الوصول نوصل بيها للانترنت بنختار دوت. انا بنختار نختار ازاي؟ حد يديني مثال ازاي على التليفون ممكن اختار شبكه الوصول؟ بالظبط يعني انت على التليفون ببساطه لما بتقعد الزرار بتاع انيبلنج الواي فاي او ديسيبلنج ات او انيبلنج داتا بلان او ديسيبلنج ات ده كده انت بتكنترول عايز تقول اكسس الانترنت من تليفونك ازاي. لو انت سايب باي ديفول زي ما الناس الواي فاي تقعد على طول
والسيلز الداتا بلاير شغال اوف عشان يعني ما تستهلكش فلوس، يبقى ساعتها لما هتيجي القسم هنا الاقي الواي فاي شغال يبقى تمام كده. بعد كده كونكت، جيت لقيت الواي فاي بطيء او عايز تبعت حاجه مهمه دلوقتي حالا وعايز تبعتها ممكن ترتبط بالواي فاي او حتى سايبه ومشغل السيلز، ساعتها هيوصل على طريق السيلز وايه ويبعتها. يبقى انت كده بتكنترول الاكسس ايه بتاعك الانترنت يتم ازاي. في المثالين اللي قلناهم دول دول مثالين وايرلس، ممكن كمان هنا وايرلس ازاي انا قاعد اللابتوب بتاعي في مكتبي عندي مثلا انترنت كيبل يوصلني على اللوكال ايه القسم هنا، ممكن اوصله اخش على الشبكه اللوكال ايه بتاعت القسم وبعد كده تطلع حاطط لي بقى الكليه والجامعه الادج راوتر وصلني على الانترنت اوصلها بشكل وايرد او برضه انا استخدم الواي فاي على اللابتوب بتاعي. ففي النهايه طريق الاكسس بتاعنا الانترنت احنا بنتحكم تمام. طب اخر بقى نوع او مش نوع، اخر جزء من الشبكه وهو الجزء الاهم، وهو الجزء ده اللي احنا بنشوفه ولا ما بنشوفوش. الجزء ان شاء الله يعني هنشوفوه ان شاء الله باذن الله كمهندسين هتخرجوا في المجال اللي شغل هيوديه في السكه ديت ان شاء الله في شركه اي اس بي في شغل له علاقه بالانترنت او غيره انفراستراكشر في مسائل اتصالات ديتا الكلام ده كله، ممكن ساعتها يبدا فعلا نشوف الكور يتعمل. انما احنا الان حتى الجودي ماي سيلف كيوزر احنا بنشوف انهي جزء، بنشوف النتورك ايدج ده معانا اكشوالي يعني معانا دي ام اي وكمان بنتعامل مع الاكسترا، لكن هنشوف النتورك كور ما بنشوفش النتورك كور تمام. النتورك كور ده اللي هي مجموعه الكونكشن بتاع الراوترز تمام والكيبلز اللي واصله ده النتورك كور، وثانيه مجموعه راوترز. الراوترز دايما تبقى نوعين يا جماعه في النتورك فيها اللي هي بيسموه كور راوتر اللي هو ده اللي واصل براوترز بس. طبعا الراوتر ده واصل فقط راوتر صح؟ هو اللي في وسط يعني قلب الانترنت فبعيد خالص عن الانترنت. لما في نوع ثاني فده يكون راوتر ده يكون ده لا ده يكون راوتر ده يكون ده يكون والاثنين دول يكون ده يكون ده تمام؟ وده لكن في نوع ثاني من الراوتر بيسموه ايه؟ ادج راوتر. ادج راوتر احنا نظرنا ما نظرناش كلمه ادج راوتر اللي احنا كنا بنقولها قبل ده بنسميه ادج راوتر المعطل بيوصل من ناحيه بيكون راوتر يعني بيكون بتاع نتورك من ناحيه تاني الناحيه التانيه بيوصل بايه؟ بالادج بتاع الادج بتاع الشبكه. يبقى دول ثلاث اجزاء في الانترنت او اي شبكه كمبيوتر، نتورك ادج والاكس نعم شبكه الوصول واخر حاجه الكور نتورك او اللي هو يعني جوهر الشبكه اللي بتنقل بقى المعلومات بالفعل. وعاده الكور نتورك دي عاده بتبقى فايبر بيت، لما تبقى فايبر اوبتكس بيت لانها بتبقى سريعه او تبقى الباك بون ده لازم يبقى سريع جدا عشان الانترنت ايه تبقى سريع. هو الاكسس نتورك هي الميديا نفسها ولا؟ لا الاكسس نتورك هي الميديا والبروتوكول كمان بتشتغل ما هياش الميديا فقط. الميديا جزء من الاكسس تمام؟ في اسئله اخرى؟ هنبدا بقى دلوقتي باقي المحاضره هناخد اكشوال يعني سلايد على نتورك ايدج لان هي ما فيهاش تفاصيل كتير هنمر عليها مرور سريع. وبعد كده بقيه المحاضره هتبقى على اساس نتورك هي شبكه الوصول، وبعدين هنختم مجرد بتقديم لكور نتورك يعني هي كور نتورك دي هتبقى مجال بقى الموضوع بتاعنا المحاضره اللي جايه او اغلب المحاضره الجايه ان شاء الله اللي هي يوم السبت هتبقى على كور نتورك وطرق السويتش اللي في كور تمام. طيب نبدا بقى بالنتورك ايدج. النتورك ايدج زي ما قلنا هي الان سيستم او البوست بتاعتي زي التليفون زي اللابتوب زي التابلت ديفايس زي الديسكتوب اي حاجه تمام. ف دي بتران ابلكيشن بروجرام بتران ابلكيشن بتاعتها جايه ابلكيشن دي على التابلت زي دي اللي مفهومه ايه عندنا هنا. فانا عندي هنا زي هو ايه عامل موقع لون غامق ايه الان بوست او الادج بتاع الابلكيشن. طيب في تو مودلز يا جماعه تو مودلز والديفلوب مع تطور الانترنت للادج نتورك. يعني تو مودلز هو ايه اللي بيرام في الادج بتاع نتورك الابلكيشن صح؟ ففي تو مودلز بيندرج تحتيهم طريقه عمل الابلكيشن في الانترنت. في تو مودلز تو ميجر مودلز للطريقه اللي بيعمل بيها الابلكيشن المختلفه في الانترنت. واحد منهم اسمه ايه؟ اسمه كلاينت سيرفر مودل اللي هي المودل او النموذج بتاع العميل والخادم. العميل والخادم. والموديل ده اتعمل سنه 70 فاللي يحصل فيه ان احنا كان يوزر بنبقى كلاينت تمام وعندي على الاجهزه بتاعتي كلاينت ابلكيشن بتاع اي حاجه عايز اعملها
يعني مثلا حد يديني مثال على كلاينت ابلكيشن للويب اكسس مثلا. طب ياهو ماسنجر لا انا عايز حاجه للويب براوزر الويب اكسس. جوجل كروم مثلا جوجل كروم ده مثال على كلاينت ابلكيشن موجود على الجهاز بتاعنا للويب اكسس تمام. في حاجه ثانيه اسمها فايرفوكس او موزيلا وفي مش عارف حاجه اسمها سفاري على ايفون اند سو اون دي كلها. وطبعا زمان كان او ما زال موجود انترنت اكسبلورر زمان قوي كان حاجه اسمها نتسكيب. دي كلها امثله على ويب كلاينت ويب ابلكيشن كلاينت وده موجود على الجهاز بتاعك. ولما بتكتب عليه مثلا www. كاتب الـ.سي مثلا www.eg يروحوا بعت المعلومه اللي هي لمين؟ للويب سيرفر بتاعك للويب سيرفر بتاعك ويب سيرفر يعني مش اي بي. تفكير اخر قبل لا هي مش
حواليا. يبدأ يلاقي حتة مع البشمهندس الراجل جاي، حتة مع البشمهندس تاني الراجل جاي، حتة مع البشمهندس الراجل جاي، انسوها تمام. ويفضل يعمل ده لحد ما الكتاب يتجمع عندي. يبقى انا في المدة كنت انا كلاينت وهما سيرفرز. جيت بعد كده الكتاب بقى عندي كله، حد تاني كتاب يبدا يستخدمني انا ايه كسيرفرز، ان انا اوفر اجزاء من الكتاب اللي محتاج حواليا. فالموديل از ماتش مور فلكسبل مرن جدا كومبيرد للموديل بتاع كلاينت سيرفر. ما هواش ريجيد، ما هواش صارم كده انت دايما كلاينت انت دايما سيرفر، لا الموديل مرن. دي ميزته الاساسيه، بس تطبيقه مش لاي ابلكيشن في الدنيا. تطبيقه يعني دي ابلكيشنز محدده هي هتستفيد اكتر او مناسبه اكتر للفلكسبيلتي بتاعت البيت وفي الماضي. مثلا في حد في المحاضره السابقه سالني لو حاجه زي الفيسبوك ليه ما يتعملش في البيت وفي الماضي، قلت له يعني الفيسبوك لازم يبقى عنده سيرفر خزن عليه الاكونت عشان البرايفس بتاعت المعلومات، علشان برضه انت بتخش على فيسبوك يعني اليوم بيلف، احنا دلوقتي صحيح في ناس ثانيه نايمه في العالم بس الفيسبوك سيرفر موجود على طول، فمش هينفع اعتمد على حاجه بيت وفي ناس فيها تصفي ايميلاتها وتكون اوت اوف جوب لا تصفي ايه في كل كلام. تعديل كتير هو طبعا بالظبط، ما دي احد عشان كده هو ده احد الايشوز ان هو مش ابليكابل لكل حاجه. البرايفسي في البير تو بير يعني محدوده شويه، اكيد طبعا محاولات بتكتب جيت، بس ما حدش في البير تو بير هيبقى كومفورتبل ان هو يحط معلومات خاصه بيه ايا كانت المعلومات ديت على جهاز بتاع حد تاني. لكن لو معلومه عامه معلومه بابليك بطبيعتها زي كتاب كلنا هنتعلم منه او هنقراه، ده حاجه عامه، فساعتها منطقي ان ممكن ده يشتغل عليه كبير. عشان كده تطبيق البير تو بير كان فيه ابلكيشن معينه وموز اوبريشن معينه. فانا عايز برضه ابقى حاطين في الكونتكست ده. وبالتالي هو ما لغاش كلاينت سيرفر، ما زال كلاينت سيرفر مستخدم بقوه، حاجات كتير موجوده النهارده بنستخدمها دي اونلاين زي الايميل والويب سيرفر وحاجات ثانيه كتير ما زال في فورم كلاينت سيرفر. طيب بعد كده هنيجي خلاص انا في الكاش، هنيجي بقى للاكسس. الاكسس لو كان هي شبكه الوصول. شبكه الوصول اللي هي عرض كونكت ديفايسز، الاد ديفايسز تكون الاد جراوند. ليها ثلاث انواع او ثلاث طرق للوصول، ان هو شبكه الوصول من البيت ريزيدنشال اكسس، او شبكه الوصول من انستتيوت او من اورجانيزيشن من هيئه او مؤسسه زي القسم او الكليه او الشركه، وشبكه وصول الموبايل او الموبايل. فدي تعتبر ثلاث انواع في شبكات الوصول، هناخد فكره عنها دلوقتي سريعا. بس مهم قوي ان نتكلم على شبكات الوصول دي، خاصيتين مهمين يبقوا في ذهننا. يعني لما نقول انواع شبكات الوصول، يبقى انا دايما تطرح نفسك السؤالين دول، تروح على نفسك السؤالين دول تبقى عارف شبكة الوصول أو الأكس اللي أنا بنتكلم عليها ده هي بيرمز تو ويتش تايب. أول حاجة لازم تبقى قادر تكاركترايز أو تبقى عارف يعني السبيد أو الديت ريت بتاع الأكس اللي أنا بنتكلم، هل هي في كيلو بس بير سكند، هل هي ميجا بس بير سكند، تنز أو ميجا، هاندرد ميجا، أي ميجا. فمهم أوي تبقى عارفين الباندل أو الديت ريت في السكند أو الأكس. الحاجة التانية، هل شبكة الوصول ديت أو الأكس اللي أنا هي الكبيرة دي ولا شركة؟ اللي هي الديبيت ولا شيء تمام؟ فدول سؤالين مهمين يبقوا زينا. هنيجي بقى دلوقتي يا جماعه للانترنت اكسس. لو هنتكلم على الاول ريزيدنشال للبيت، انا قاعد في بيت وعايز يبقى عندي انترنت، اوصل للانترنت ازاي للبيت؟ ايه الوصفه اللي موجوده في البيت بتوصلني للانترنت؟ خط التليفون. خط التليفونات يا جماعه، خط التليفونات موجوده في بيوتنا من يعني من قبل الانترنت، صح؟ الانترنت ظهرت في السبعينات، يعني بالذات طبعا احنا صغيرين، حتى يعني الناس قبل الناس اللي عاشوا في الخمسينات في الستينات في السبعينات، حتى ما كانش في انترنت في مصر، بس كان في تليفون، كان في خط تليفون، صح؟ فهو في مصر على الاقل ودول كبيره يعني شبكه الاتصال او خط الاتصال الوحيد اللي بيربط البيت لبره هو خط التليفون. فامريكا عندهم حاجه ثانيه هكلمكم عليها باختصار حتى استغرب المحاضره اللي فاتت، هي حاجه اسمها كيبل مود. هتكلم عليها باختصار. لكن في العموم الديفولت هو خط التليفون. فمن هنا كان دايما التفكير ازاي اقدر ابعت ديتا على خط التليفون. هو ده كان الطريقه الوحيده ليه ان انا اكسس الانترنت من ايميل البيت. فمن هنا بدات التكنولوجي الاول اسمها ايه؟ دايركت.
فانا مود ان انا احاول اعمل ايه؟ احاول ابعت داتا على خط التليفون وفي نفس الرينج اوف فريكونسي بتاع الفويس سيجنال اللي هو من 0 ل 4 كيلو. انا هبعت داتا ايه؟ عالي عن طريق موبايل. حد استخدم الدايركت قبل كده؟ هو طبعا دلوقتي قل استخدامه كتير نتيجه الكود دي اسهل، بس هو ده كان الطريقه الاولى لاكسس الانترنت ريزيدنشال بيوت في العالم كله. في العالم كله هو حتى بدا كاول طريقه حتى في امريكا في الثمانينات والتسعينات كان هو ايه؟ استخدام الانترنت عن طريق خط التليفون عن طريق دايركت موبايل. طبعا كانت فرصته متواضعه جدا زي ما هنشوف دلوقتي، لكن كان برضه ساعتها متطلباتنا في محافظه محدوده جدا زي ما عملنا. كنت ببقى عايز استريم فيديو، الفيديو سايز بتاعه مش عارف كام، ومش عايز اعمل فيديو كونفرنس مع حد ولا اعمل بوست ولا كده. طيب دارك مودم يا جماعه، دارك مودم يستخدم خط التليفون الريت بتاعه 56 كيلو بت في الثانيه، فريت هزيل جدا، ريت ضعيف جدا، لكن اجين كان كافي الابلكيشن والنيدز بتاعتنا كيوزر ساعتها، لان انا كان بتاع عملي لما دخلت حته من البيت ان انا اعمل ايه؟ ابعت ايميل ولا بعد ما اكون فايل صغير مش عارف اسال بتاعك كام كيلو. ده كان بتاع عملي. الوقت ده اجي في التسعينات لما بدات استخدم الانترنت كان تقريبا حوالي 95، ما كانش فيه وورد وايد ويب سايت، ما كانش فيه دبليو دبليو. في ناس في حد سالني في المحاضره اللي فاتت منطقي او ممكن يبقى متصور ان الناس من جيلكم ما فيش قادرين يتخيلوا ان كان فيه انترنت في وقت، كان فيه انترنت انفراستراكشر كوميونيكيشن، بس ما فيش ويب. بتعملوا ايه؟ مفيش ويب يبقى فيه ايه؟ معلش يا مع السلامه، مفيش ويب يبقى فيه ايه؟ لا في حاجات تانية، كنا بنبعت ايميل، كنا بنروح فايت، هم دول بس. تقريبا دول اللي انا بستخدمهم. ما كانش في حاجة تانية خالص طبعا، مفيش لا فويس. فويس كان في محاولات تعملوا فويس اوفر اي بي في اواخر التسعينات، بس كانت يعني محاولات بائسة وكانت كواليتي سيئة جدا. فكان اللي تقدر تعمله محدود جدا، بالنسبة تقدر تعمله علشان كده كان النيدز بتاعتنا معقوله، فكان ايه ده؟ يعتبر كافي. فالاستراكشر بتاع النادي يا جماعه كلام. اول حاجه هي يبقى عندك في طرف ناحيه البي سي بتاعك او ديسك توب او غيره او لاب توب في ناحيه والانترنت في ناحيه. انت عايز توصل تلاقي خط تليفون، طب ازاي؟ خط تليفون جه معاك فويس. هقعد عليه كده ازاي؟ محتاج ده ايه؟ مول، تاج دايركت مول، هو يعني اختصار موديريتور في موديريتور، تاج يعمل الداتا يحولها لسيجنال شبه الفويس تتبعت على خط التليفون توصل للسنترال، وبعد كده تروح خط شبكه التليفونات اللي هي السويتش توصل للمودم العكسي اللي هو الاي اس كي مودم. سيجنال عشان تطلع بعد كده على الراوتر بتاع الانترنت تبقى داتا تتباع على الانترنت زي ما هي. طيب الدايركت مودم ده بيشتغل ازاي؟ الدايركت مودم بيستخدم بروتوكول يا جماعه اسمه اي اي تي. الدايركت مودم بيستخدم بروتوكول اسمه اي تي بي اللي هو بوينت تو بوينت بروتوكول. بوينت بروتوكول تمام؟ بوينت تو بوينت يعني الموك بوينت اللي هي بتاعت الهوم البوينت الثاني بتاع الاي اس تمام كده. فهو ايه بقى البي بي بي ده؟ اشتغل ازاي؟ اللي بيحصل اللي فيه مستخدم الدايركت مودم انت تدخل على الابلكيشن بتاع الدايركت مودم بتاعك بتكتب فيه رقم سبع سبعات او غيره اللي عايز تخش عليها على الانترنت، لو رقم عايز فيه مودم هيبدا يدارك الرقم دوت، يبدا هناك يرن شويه وبعد كده يعمل ايه؟ بروفايل على الخاص. لما يبدا الخط يعمل ايه الاول؟ يجيب مستخدمه يسمع ايه الاول؟ شويه سفير كده صح؟ عشان يتنويز وساعات يعني تصفير كده او يعني اصوات مختلفه. ده بيبقى اكشن اللي بيحصل ان بيحصل اكسشينج اوف مسجز او بيسموها شيكينج بين التو مود. يتفاهموا مع بعض، يتفاهموا مع بعض بروتوكول معين ان بيتفقوا على السرعه اللي هيكونوا تمام؟ بعد ما بيتفقوا
بيحكموا عليها بتلاقي تصوير دوائر، وزي ما فتح لك على الجهاز بتاعك ويب بيج تلوجن منها على الشبكه، تلوجن منها يبقى انت ليه خلاص لوجن وكده دخلت على الانترنت والحمد لله على السلامه. تمام؟ يبقى كده دي طريقه الدخول عن طريق دار النوم. بس دار النوم الحقيقه يا جماعه كان فيه عيب كبير قوي. كان ايه هو العيب ده؟ بالظبط اي كمان يوز الاثنين مع بعض، مش ممكن استخدم الداتا والتليفون في نفس الوقت. وبالتالي لما كنت انا بستخدمه ايام 95 كنت بقعد بقى اقول في الداتا اسمع ترى ما حدش يعني يدفع التليفون، لان مجرد حتى هز السماعه حتى لو كنت بتدفع الخط هيعمل نويز ممكن ساعتها ممكن يوقع الداتا كونكشن اللي انا عاملها انستنت. فده كان العيب الاساسي فيه. ليه؟ ان هو كان بيحاول دايما يبعت الداتا على نفس الرينج اوف فريكونس اللي بتبقى عليه الفويس رقم 0 ل 4. ده كان الخصوص في دلت مود، ده كان الخصوص فيه. فمن هنا بقى ظهر تطور بعد كده بنفس خط التليفون، عملوا التكنولوجي بتاعت ايه؟ بتاعت الدي اس ال، زي ما استخدمها النهارده الاغلب بيستخدمها النهارده. الدي اس ال ما زالت استخدم خط التليفون. تمام؟ بس الفكره فيها بقى ان هي عملت شويه اوبزرفيشنز عن خط التليفون نفسه اللي هو تويست فاكر. لو ان هو ممكن ابعت عليه، لو ان البند بتاعه في ان هو ابعت عليه فويس بس من 0 ل 4 كيلو هرتز، فممكن يتبعت عليه البند بتاعه اكبر من كده بكتير، ممكن يوصل ل 1 كيلو هرتز. بس ممكن ابعت من 0 ل 4 ابعت الفويس بتاعي العادي التليفون بتاعي هيكون من 4 ل 50 كيلو هرتز، ابعت الاب ستريم داتا ومن 50 ل 1 كيلو هرتز ابعت الداب ستريم داتا بتاعي. وعشان يعملوا ده يستخدموا التكنولوجي في الدي اس ال اسمها ايه؟ اسمها مالتي جالري موديوليشن. دي هتكون ان شاء الله ساعه كوميونيكيشن يستخدموا التكنولوجي بتاع مالتي جالري موديوليشن، وساعات اسمها سبيد مالتي تون اللي هي التكنولوجي اللي قائم عليها هو ال دي ام ايه اللي هتكون ان شاء الله هو ال دي ام موديوليشن سكيم. هو قائم على مالتي جالري موديوليشن ده في ان هو يبعت ايه المعلومات بتاع الفويس والداتا مع بعض من غير ما يستخدمها على رينج ايه مختلفه منهم. فالنقطه الثيري او الماتيماتيكال فاونديشن بتاع الدي اس ال كتكنولوجي يعني القضيه بتاعتها او الاساس بتاعها بتقدم بعالم كبير قوي زي كلود شان اللي اخترع الانفورميشن في سنه 48. بس بعد كده اول باتنت واز فايل للدي اس ال تكنولوجي كان سنه 88 بشركه اسمها بيركور مع دلوقتي شركة الكوديا. دي أول شركة في أمريكا قدمت باتنت في دي اس ال، من بعديها بقى على ما التكنولوجي ماتيود وبدأوا يطلعوا منها برودكتس وكده بدأ الدي اس ال ينتشر في أمريكا في منتصف التسعينات أواخر التسعينات، وبدأ يوصل في مصر برضه في أوائل الألفين حاجة زي كده. تمام؟ بيستخدم تلف الانفراكشر برضه، بس ميزته الأساسية بقى دلوقتي إن إيه؟ إن الاثنين كان كو اكزيست، الداتا والفويس ممكن يكون قسم مع بعض ده فرق جوهري عن الثاني. طب ايه السبب دوت؟ نتيجه لان هناك كان الفويس والداتا كله مزنوق في 0 و 4 كيلو هرتز، هنا بيت الاوبزرفيشن بتاعه قال لك لا ممكن نستخدم ديفرنت داتا ديفرنت بلس رينج اوف فريكونسيز، فده مكنه ان مش عارف يبقى مع بعض مع شويه احتياطات. شويه احتياطات اللي هي ايه؟ انا عندي هنا الجهاز البي سي بتاعي وعندي التليفون بتاعي وعندي دي اس ال نوت طب عندي المودم هو البوكس اللي عندي في البيت دوت دي اس ال مودم، فكان عندي خط تليفون وعندي دي اس ال مودم بقى الثاني او بيسموه اكس مالتي بلكس اللي هو بيقسم الترافيك كامل الداتا اللي هو بيحط الدولاب والفويس بيحط الشرط في الدولاب، بس دي بروبوشن الوحيد اللي هو من البوكس دوت سبليت. حد عارف حد شاف السبليت ده قبل كده؟ بيبقى بوكس صغير بيجي لك من شركه التليفونات فبيقدر يركبه لك الدي اس ال صح؟ او بيجيبه لك يعني انت تركبه ويقول لك ايه ساعتها؟ يقول لك البوكس ده تحط خط التليفون اللي هيوصل بيه اللي هيوصل بيه التليفون. فالمهم هو يوصل بالتليفون. حد عارف ايه هدف السبيتر دوت؟ حد بس عشان سمعت يعني اتقابلت مش عجبني. حد كده ليه؟ لسه في يوم كده مش فاهمها شويه. طب يعمل ايه بقى؟ صح صح ايه بقى؟
طيب يعني ده برايفت. طيب هو السبليت ده يا جماعه نفس البوكس اللي انتم شفتوه. البوكس ده يعني تفسير المجازي ان ممكن لو عايز تكلم حد مش مهندس او انت كده كل السبليت ده مهم توصله على التليفون عشان تقدر تعمل مكالمات التليفون في نفس الوقت اللي بتعمل فيه صح؟ ده التوصيف المجازي كده لو حد كان حد يتكلم حد ايه؟ لكن بما ان احنا تكتر والحمد لله فمهم نعرف برضه ان احنا فكره السبليت ده بيعمل ايه؟ السبليت ده يا جماعه زي ما الباشمهندس فاضل ما هو ايه ده فلتر للتخصيص اكتر هو لو باس فلتر هو انا لو باس فلتر بيوصل لانا الديفايس زي التليفون بتاعك هدفه ان ميك شور بس ان الصوت اللي طالع من التليفون ما يعديش كام؟ 4 كيلو هرتز دي عشان ما نخشش في الاقصى مني لان احنا كافراد اصواتنا مختلفه وعندنا فريكونسي كونتنت في اصواتنا لو عملنا لها اناليسيس هتلاقي في ناس صوتها احد شويه من الناس عندها فريكونسي كونتنت اعلى من ناس اخرى فعشان كده بيبقى ضروري انك تحد الصوت حد قال لي انت صوتك ده غير قلت له طبيعي بس عارف حد يكون حتى من غير قياس الكلام ده كله بيبقى في فلتر حد برضه بحيث معاك انت ممكن لما تسمع صوت حد لاول مره في التليفون يكون صوتها مختلف لان هو فعلا مش صوت انت بتسمعه لايف معايا بتاع معايا ده صوت فلتر بريشر منه مش شايف منه شويه كومبوننتس لو انت ودانك سنسيتيف اوت او بيسموها يعني ده موسيقيه سنسيتيف اوت ساعتها هتبقى انت عايز كل تيجي في الكومبوننتس دي عشان تعرف عايز لو انت ودانك بتقدم شويه وبتمشي حالك ساعتها ايه هتهتم بالصوت اللي في الصوت اللي في التليفون ده بقى غالبا هو ده نفس الشخص اب ستريم اللي هو الجرافيك اللي رايح من عندك ده سؤال كويس مش هيبقى الزف اللي رايح من عندك لين الانترنت وداون ستريم اللي جاي من النت عند عندك فدايما احنا كيوزرز يا جماعه بنحتاج باند ويث اكتر داون ستريم او داون لود اكتر ولا اب لود اكتر؟ داون لود اكتر احنا كيوزرز الناس ان انا بقى كونتنت بروفايدر وقاعد حد كونتنت بروفايدر بس هو الوحيد شركه بقى زي جوجل او كده عايز دايما تخش كونتنت على السيرفر دي انا كنت بتحتاج ابليك او اب ستريم اعلى من داون ستريم انا كيوزرز دايما بيكونسيوم كونتنت صح؟ داونلود فايل داونلود اخبار داونلود حاجات بس عادي انا محتاج ايه؟ محتاج دايما الداون ستريم اعلى من داون ستريم وده طبيعي واول ريتس هو بدا فيها كان اب ستريم 1 ميجا بير سكند وداون ستريم 8 ميجا بير سكند هو ارقام دي زادت دلوقتي مش اكتر من كده بكتير بس ده كان ريت على اول تكنولوجي طلعت في الثلاثينات كانت شركه بيزنس صوت يا جماعه عشان تقدر مش مهم قوي والله اتفضل ليه دي زي انا لو ليه كمان فين يا ما ما هو السبليتر ده سؤال كويس السبليتر واصل على خط التليفون السبليتر واصل على خط التليفون صحيح هو ما هو السبليتر على الاطراف الثانيه هو السبليتر بيطلع على خط التليفون بره لان هو بيبقى في الفيش هو لازم هيخش فيه الاثنين ازاي يا حضرتك؟ ازاي؟ ازاي ده؟ ده خط التليفون السبليتر واصل عليه فهو بيوصل التليفون عشان يفلتر وفي نفس الوقت ده عايز يطلع على خط التليفون هيوصل ازاي انت تكون السبليتر؟ وصلت اللي داخل قبل السبليتر ده واديته الدي اس ال شغال اللي داخل قبل السبليتر ما بقى تاخد وصله وبعدين طب بقى ازاي يعني عندك دلوقتي ست خط التليفون هو ده ست ده كده وبعدين مثلا مثلا ما هيمشي ازاي؟ لا انت عايز خط واحد طالع من البيت عندك خط طالع من السبليتر اهو الخط الثاني طالع من ده هيحطهم على بعض ازاي؟ لازم يمشوا عن طريق حاجه لازم تقدر وصل عليه يعني كاني باخد وصله في الكهرباء يعني وصل واحده تروح للسبريتر واحده تروح للديزل يعني السبريتر واصل السبريتر قلنا نحطه على ريش التليفون تمام هو من ناحيه بيوصل لخط التليفون وانت دي اسال عايز بقى يوصل لخط التليفون يا زلمه انت هو اللي احنا نقصده يعني اللي هو هل لو دخلنا على طول مثلا من غير سبليتر خالص ودخلنا نزل كده عندي اس ال بس هيشتغل؟ ما هو السؤال ده يعني انا شايف ان هو ده
لو شلنا الاسبكتر خالص يبقى ده سؤال تاني. سؤال تاني لو شلنا الاسبكتر خالص وساعتها عندي تليفون وعندي دي اس ال، ساعتها المشكله هيبقى فيه هيبقى صوت النويز يعني، ممكن يبقى فيه اصوات اعلى، ممكن الريسك تعمل انترفيرنس على الداتا، يبقى فيه شويه نويز في الداتا يعني، يبقى فيه شويه مشاكل. فعشان كده قال ده اللي حصل في الميزان عشان يوصل للداتا. صح، ده سؤال كويس قوي برضه يا جماعه. سؤال الباشمهندس ان ده الموديل كان من 0 ل 4، ايه اللي حصل في خط التليفون؟ هو نفس خط التليفون، هو نفس خط التليفون، ما حدش يعمل اي حاجه فيه، هو نفس خط التليفون. ايه اللي حصل فيه علشان فجاه يبقى الحل هو الموديل؟ يعني ليه ده كده؟ ليه ده كده؟ صح صح. بقيت بنت بتاع مين؟ بالظبط يعني، هو وقع الامر يا جماعه، هو مش مشهور دايما يجاوب السؤال، وقع الامر ان الكاب موجود، وكاب نفس الكاب. احنا تاريخيا كنا بنستخدمه عشان نعمل ايه؟ فويس. الفويس من كام لكام؟ من 0 ل 4، فاحنا مركزين مع 0 ل 4. احنا مركزين مع 0 ل 4. الفويس تمام. جينا نعمل دايرة مود مركزين مع 0 ل 4. لكن الكاب ده اكشلي ككابل وكفيزيكا كاركترستكس هو الفاليو بتاعه اعلى. فاحنا كفويس، وحتى لما جم يعملوا الدايرة مود فضل نظرهم قاصر ومركز على الطريقة اللي بعديها فويس. في حين ان البند بتاع الكابل اكبر من كده. فالكابل طول عمره البند بتاعه عالي، بس ات واز انيوتلايز، ما كانش مشتغل. كنا مستخدمين منه شروط جزء صغير قوي عشان نبعت عليه فويس، وبرضه ليه؟ يعني الديزاين محدود، او هنقول الديزاين الليمتد يعني، لما جينا نعمل دايلوج برضه كنا بنشتغل فيه ولا لا، مع ان هو في بند. الانتباه بقى ان البند بتاعه اكبر من 4 بكتير، في حاجات ثانيه ممكن نستفاد بيها. مع استخدام بقى ادفانسد تكنولوجي زي مالتي كاد ريجيليشن وكده، ده هو اللي مكننا من ان احنا ايه نستفيد بكده بشكل مور افيشنت، نعمل دي اس ال اللي هو كان الحقيقه يعتبر ثوره في الريزدنشال اكسس، كان يعتبر ثوره في الريزدنشال اكسس عشان في سرعات عاليه من الدفاع. تمام؟ طيب بعد كده يا جماعه ايه يبقى ده اللي قلناه الى الان، كان الريزدنشال اكسس ده شبه ريبليكيتد، ده ريبليكيتد يعني بشكل بسيط هو الديكيت، يبقى عندي خط واحد. يعني قبل ما يعملوا بقى اللانز في البيوت ويبقى عندك راوتر في البيت وكذا لابتوب يخش وكده، كان بيبقى عندك فيشه واحده هي اللي هي فيشه التليفون بتاع الدوله، يحطها في الجهاز بتاعك يحطها في التليفون. فهو ديديكيت لاين. وبرضه حتى لو بقى دي اس ال بقى برضه من دي اس ال بوكس، يعني في اقصى الاشكال ان بيبقى كابل واحد تحطه عندك بس في الايه؟ في الجهاز بتاعك. طبعا المفروض فيه ديديكيت، تمام؟ الريت بتاعه زي ما شفنا ده لو كان 56 متر في ثانية، الدي اس ال كان حطه بقى حسب اقصى 2 ميجا بت في ثانية. الانترنت اكسس ده اذا شاف اكسس ده شاف، بيحاول يعمل حاجة شاف، بيحاول يعمل اللي بيسموها انستتيوشن نتورك لكمباني شركة جامعة لاورجنايزيشن هيئة حكومية ايا كان، بيحاول تعمل اكسس ليها كلها الانترنت. فدي بتحتاج وقت يكون اللوكال انرجي، فكان اللان او الانترنت لان اللي عملتها شركه زيروكس في التسعينات وطلعت تبع الستاندرد اللي هو سميت الستاندرد بتاع اي بي 802.3، ده اول وايرد لان ستاندرد طلع في اي بي 3 والدنيا عليها كل الدرجه بتاعت الانترنت اللي طبعا اتبنى عليها وتطورت بشكل كبير الى ما هي النهارده. فدي بدات اول بريكس تعمل في السكند، فهي زادت ل 100 ميجا في الثانية، فكانت طلعت 1 جيجا بت و 2 جيجا بت. برضه للعلم الانترنت ان شاء الله هتاخدوا فكرة عنه على الكورسات في الجزء الثاني من الكورس، بس بمجرد تقييم يعني الانترنت أول ما بدأ يا جماعة اللي هو ال 10 جيجا بت في الثانية ده أو 3 ده كان بدأ بشكل شاب ميديم، شاب باص يعني باص كده ووصل عليه هو، فهو شاب ميديم. فلو أنا حطيت رابط وجيلي حاطط رابط ساعتها ممكن يحصل وقت يكون في انترفيرنس او كونديشن للباكتس بتاعتنا على الشير مينيم، عشان كده بنحتاج نوع من تنظيم حاجه بيسموها ميديم اكس كنترول بروتوكول، ده جزء من الانترنت
وده محتاج لإرشاد بسيط. فده بس احنا رسمينه هنا اللي هو ده، لا ده في سويتش، ده بيسموه سويتش ايثرنت، ده نوع من الايثرنت متقدم شويه، صعب يمكن بعد التسعينات الثلاثينات او كده ان يبداوا عشان يزودوا سرعات الايثرنت ويوصلوه لجيجا بت بير سكند. قال لك انا الافضل ان اعمله سويتش، ده في سويتش في اللاند بتاعتي، وساعتها بقى اللي يمكنني ان اوصل لسرعات اعلى. فلو ده سويتش ايثرنت. بعد كده في الاخر في طرق اخرى لاكس نتورك اخرى. انا خلي بالك ثلاث امثله، اثنين ريزيدنشال، واحد انستتيوشنال بسرعه يعني كده سريع، هو دايركت مودم والبي اس ال، واخيرا الايثرنت. تجميع مع اخرى زي الفايبر تو ذا هوم، ده طبعا زي ما اتكلم عليه كان حلم لبلاد كتيره وتحقق في بعض البلاد القليله، لكن يعني حلم صعب قوي تحقيقه ان عندنا فايبر في كل بيت، بالذات في البلاد اللي السكان فيها عاليه في اماكن زي مثلا القاهره. والواي ستانس طبعا في نوع بقى تاني اسمه ايه؟ اسمه كيبل مودم. ايه بقى كيبل مودم ده؟ كيبل مودم ده يعني مش معروف عندنا في مصر، هو غير متعارف عليه. هو كده بالظبط. يعني زي ما قلنا يا جماعه احنا اتفقنا ان عندنا في مصر في بلاد كتير جدا من العالم المين انفراستراكشر بتاع الكوميونيكيشن ده اللي عندك في البيت هو خط التليفون بس. والى الان في مصر في بلاد كتير هو ده مفيش غيره. امريكا حاله خاصه شويه لان كان عندهم سيستم مختلف، عندهم التليفون وكان عندهم لو رحت في بيوت كتير في امريكا وفي كل البيوت هتلاقي زي ما في فيش تليفون، في فيشه ثانيه كده فيها ايه؟ فيها بلوك ريكوير سيتيل، هي بتبقى كده، هي فيشه اداره التلفزيون. طب الفيشه دي جايه من ايه؟ الفيشه دي بيسموها الكيبل، اللي هي امريكا عندهم عشان الموضوع ده بدا من زمان، عندهم انفراستراكشر قوي جدا للكيبل تلفزيون او كيبل نتورك. انت هناك بتجيب كده العادي، بتجيب التلفزيون المحلي في المنطقه اللي انت فيها، بتجيب ولاد كبيره كل منطقه، بيبقى كل منطقه ليها مجموعه القنوات المحليه بتاعتها، حتى لو مشيت 50 كيلو او جنب كيلو في منطقه ثانيه تلاقي ليها شبكات محليه مختلفه بتاعتها وهكذا. لكن الطبق ديس بقى كان فيه مفهوم الكيبل ده، اللي هو زي مفهوم الدش يعني، بس انت بتركب دش، انت مجرد تشترك مع شركه الكيبل الفلانيه بتيجي بالكيك بوكس زي الريسيفر بتاعك وتوصله لك بالفيشه ده هي، وساعتها تشترك اشتراك شامل وتنقل السيرفيس دي معانا دلوقتي مجموعه قنوات بالاشتراك، قناة مشرفة بالاشتراك للكيبل دوت. أنا ليه بحكي القصة دي؟ بحكي القصة دي لأن هو الكيبل كان موجود كانفراستراكشر، نوع من أنواع الانفراستراكشر اللي موجودة في أمريكا، على حد علمي أمريكا فقط، يعني كندا، إن كندا مشابهة لأمريكا في حاجات كتير، بس أنا مش أوافق أو ما أعرفش يعني جايز وفي بلاد تانية في العالم هي الموجودة. وبالتالي عشان كده في أمريكا كان عندهم دلوقتي حاجتين يجربوهم، عندهم خط التليفون يعملوا عليه دي اس ال، والكيبل قال لك طب ما طالما الكيبل ده موجود يتسموه اكسل كيبل، طب ما استخدمها انت عليه ديتا برضه. بدأوا يصمموا مودم تنقل الديتا برضه على الخط بتاع الكيبل دوت، نفس الكلام عامل في نفس القصه، من هنا جه ترسيم الكيبل مودم. طيب ده هو ده بيتس بير سكند. حد يقدر يسبورت حد رقم ده، بس الرقم ده طبعا بيسموه ثيوريتيكال ماكسيمم اللي هو النظري. لا لا شويه ده السكور ده جوه اللاند، جوه اللاند. في النهايه طبعا الجزء اللي انت بتاعك هي دي بتاعت الرايس بتاعت الدي اس ال دي كانت ايه؟ هو السويتش بيقفل ماشي على كيبل ده لا هو بيقسم يعني بيقسم الريسورس ما بين النوت المختلفه اللي واصله دي. طيب اخر حاجه بقى يا جماعه انا هاخد فكره عن الفيزيكال ميديا، يعني زي ما قلنا الاكس نتورك هي نتورك نفسها البروتوكول المرتبطه بيها والفيزيكال هي المرتبطه بيها، وكلام بقى ايه الميديا نفسه، الفيزيكال ميديا نفسه هل هو وايرد ولا وايرد؟
فطبعا في دون ريجن تايب اوف ميديا جايد ميديا اللي هي الواير وهي الابلايد او الواير. فالواير زي الكربون والفايبر والكوكسيال والتويست بير والابلايد الواير زي الانفراريد وزي الار اف وزي ايه في سبيس اوبتكس وحاجات اخرى ايه كتيره من الوايرلس كومبينيشن. طيب اول نوع من انواع ال جايد ميديا ليه؟ جايد فيزيكال ميديا لل الاكس نتورك هو ايه؟ هو تويست بير. حد يعرف تويست بير موجود فين؟ الاسيمبلي اريا المفروض يبقى كويس. الاسيمبلي اريا دايما كويس. هذا الحاجة ده سيرك النت في الحياة العادية. لو ايه ده سيرك النت ده؟ هو بيبقى في كذا بيت كده. هو ده الرفرنس. اللي هو مين يا جماعة؟ حاجة بسيطة، حاجة مش معقدة. هو اللي قال اللي هو سيرك النت العادي ممكن ده صح يعني، بس في حالة تانية استخدام كومبلز أوي في البوست بير. لازم عارفينها يعني. التليفون بالظبط، خط التليفون زي البوست بير. خط التليفون زي تويست بير هو عباره عن بير وكسر الواير تويستد على بعض انسيوليتد بشكل معين بحيث ان هو يمنع الانترفيرنس بينهم ويسع بقى المعلومات. طيب ففي منه انواع بقى مش هنحفظها يعني كات كريتر وكاتيجوري 3 وقت طبعا اقل شويه ده بيشتغل خط التليفون برضه قدام الاستخدام في الانترنت. الكات 5 هنا او كاتيجوري 5 بيشتغل برضه في الانترنت اللي هي سرعات اعلى. طيب بعد كده في كوأكسل كيبل النوع الثاني. طب كوأكسل بيشتغل في ايه؟ الدش بالظبط، بيشتغل اساسا لنقل الفيديو. حتى قبل الدش كان بيشتغل دايما لتوصيل السيميشن تاني صح؟ سواء داخلية أو داخلية أو غيره هو متوصل للكوأكسل كيبل. دلوقتي بيشتغل توصيل الدش وحتى ساعات توصيل الديجيتال ديفايس للديسبلاي والتلفزيون. فده بيبقى تو كونسبت كابل واير. ده اللي درستوه في الموديلات والمانكس او كده صح؟ اكيد درستوه درسوا كتير انا فاكره. وفي منه بقى نارو باند وبرود باند مش هخش في تفاصيل الكلام ده. المهم ان هو برضه بيشتغل في الانترنت يعني في الانترنت لان ده بيشتغل في تويست بير ساعات ممكن زي ما الشمس تبطل تستعمل كمان في كوايكس كتير. وفي البرود باند بيشتغل بسرعات اعلى بس في كمان حاجه اسمها اتش اف سي. اتش اف سي يا جماعه اختصار Thank you.
فده فايل. بعد كده ممكن نمشي للفايل الثاني برضه، يعني ده مثلا استدراج رمسيس اللي غطى نسبه القاهره كلها، ودي مثلا استدراج لاحياء كبيره مثلا حي غرب حي جنوب حي شرق حي شمال. وبعد كده فده كله فايل. بعد كده تيجي بقى في الاخر في اخر هاب ساعتها ايه؟ تتبع عندك الاف من المكملات علشان توصل لليوزرز او المستخدمين ايه النهائي توصلوا معايا الشبكه. ده بيبقى جوه اكسل ساعتها. فمن هنا جه مسمى هو هايبرد فايبر واكسل، يعني المسار نفسه من اليوزر حد السنترال اوفيس. هو في جزء هايبرد في جزء فايبر وجزء فو اكسل. ليه؟ هم امنيتهم لما كانوا بيكملوا المسار كله فايبر، بس اجين المسار كله فايبر مكلف جدا علشان تكاليف الحفر تكاليف الفايبر نفسها في بلد كسبت كان عالي او كده يبقى صعب جدا تحقيقه. فانا هنعتمد على هاي الفايبر والفاكس ان انا هنحاول نحقق شعارات الفايبر. تمام. هيبقى ده سؤال كويس. سؤال باشمهندس هو انا هستفيد ايه من انه يبقى عندي اليوزر في النهايه بوتل نكلين في النهايه يبقى البلد بتاع كواكس البلد بتاع معقول، فكل فايبر اتحط ده مفيش فايده. هقول له لحد ما الكون بتاعتك سليمه في النهايه دي اللي هيوصل لي هو محدود بالكواكس دوت، لكن في النهايه وانس ما بعت الداتا هتتباع بسرعه معينه هنا، لكن على الاقل هتتباع بسرعه اقل هنا، فده ممكن يقل شويه الداتا نسينا مفهوم بقى معلومات او اقل معلومات. فهي في النهايه الداتا ده هيبقى محدود بفضل ما بين دهيت، لكن السرعات اللي موجوده فيه اللي هي الخطه بتاعت الفايبر ممكن تساعد في الليتنسي او الديلي اللي انا باكسبيرينس لما اكون بدل ما اكون داش فايبر ممكن تبقى اقل. تمام؟ طيب في اسئله اخرى يا جماعه؟ خلاص ماشي دلوقتي. ايه الفرق يعني؟ خلاص؟ طيب الفايبر اوبتيك كيبل، الفايبر اوبتيك كيبل الكود بتاع الانترنت النهارده از فايبر اوبتكس. تمام؟ اول ما الانترنت بدات طبعا ما كانش فايبر بالتدريج بننشر ان الكود بتاع الانترنت يبقى فايبر. ليه؟ علشان تبقى سريعه وقادره تسبورت عدد اليوزرز الرهيب اللي واصل عليه. طبعا الريتس بتاعت الفايبر النهارده اعلى كده بكتير. دي ارقام طبعا النهارده الفايبر وصل لتيرا بيتس في الثانيه. تيرا بيتس في الثانيه. ومثل الاسئله اللي هم قالوا بيتر بيس ان هو بيشتغل في كونفيجريشن مختلف اللي هو في كونفيجريشن بتاع مين؟ بتاع الاوبتكس اللي هو بعيد خالص عن الالكترومغناطيس، وبالتالي ما بتعرفش الالكترومغناطيس نويز وكل المزايا بتاع الاوبتكس. فاكر كنت في خدت فكره عنها؟ خدت كورس اوبتكس ولا عن في الكتريك ولا كان في شغل خالص؟ بس انا كنت زمان بندرس فاكر كنت كنت اوبتكس ويز مفيش حد في الفلوس تالتة ولا رابعة مفيش حد في الفلوس تالتة ولا رابعة مفيش حد في الفلوس تالتة. بعد كده أول حاجة يا جماعة الراديو اللي هو الوايرلس بقى في أنواع كتيرة اللي هي طبعا الوايرلس في أنواع كتيرة من الوايرلس مان للسلة نتورك زي 3G و4G. طبعا 4G إن شاء الله هيخش مصر قريب وده تسمع كبيرة على مدار الأسبوع الرابع. فور جي سبورت اب 100% هو مصر من البلاد القليله اللي ما دخلهاش 4 جي لسه. فور جي 3 جي طبعا سبورت الواي فاي سبورت ديفرنت ريتس. الواي فاي النهارده وصل ل 100% كامل. بعد كده الستلايت طبعا لو انت في حته مكان في صحراء او في وسط بحر ما فيهوش كفر ما فيش سند ولا كيبل ولا اي حاجه ساعتها الستلايت هو المدخل الوحيد. استخدم هنا جيب ساتلايت هنا هنا. طيب اخر بقى سلايد اللي هي بتاعت الحضرة جاية لانها كده خدنا جزئين من الانترنت جزئين من الاستراكشر بتاع الانترنت الادج نت نت ادج والايه؟ والاكس نت. الجزء الاخير هو نت تكون او قلب نت. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الكونكشن بتاع السويتشز والكيبلز اللي توصلها اللي هي بتشكل لي ايه؟ قلب الانترنت اللي بتنقل المعلومات بتاعتها. فمهم قوي سؤال جوابي هنا ازاي المعلومات او الداتا تنتقل لكل نت ازاي تتوجه؟ ازاي ببعت ايميل الداتا بتكسر الباكت؟ الباكت دي بعد كده بتوجه لو انا بعت لحضرتك وفي النهايه الميل جا
يتجمع تاني ويوصل لك ايه يظهر عندك في الميل بوكس ان جاي لك منين؟ مني. فعليه توجيه معلومات جوه الكود بتاع النتورك هو ده بقى مجال حديثنا المحاضره الجايه يوم السبت ان شاء الله. هنتكلم في عالم عين اساسيين السيرفيس سويتشنج ده اللي بدا شبكات التليفونات وكابل سويتشنج بعد كده هو بدا الانترنت النهارده مش شكرا.